سالي، ورح ننتقل أيضا هلأ عن مساحة بتهم كل أم، ورح نحكي فيها عن الطفل العنيد. شو أسباب هالسلوك اللي بيبينه الطفل؟ كيف ممكن نتعامل معه؟ سؤال دائما بتسأله كل أم عندها نوع من الأطفال العنيدين اللي ما بيردوا عليها. بس نحن اليوم رح نجاوبكم مع رينا أيوب، استشارية بالطفولة المبكرة وأخصائية رياض أطفال. صباحك يا رينا. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحك. يعني احيانا بيقول الاب والام بس يتعاملوا مع الطفل، والله نحن ما كنا هيك، راسنا يابس خلينا نقول شوي، وعنيدين ومنعذب. خلينا نحكي عن ظاهره العناد بشكل عام، شو هي اسبابها؟ يعني اكيد ما انا وراثي. اكيد هي ما انا حاله مرضيه، هي حاله سلوكيه، هي تعاد بالتقليد، انه الطفل شو بشوف نموذج قدامه كبير عم بيعاند عم بيقول لا، فبيتعلم يقول لا. هلا نحن كتربويين بناخذ الموضوع بشكل ايجابي، لانه مجرد ما الطفل بلش يعطي رايه وبلش يثبت ذاته، صار عنده القدره انه هو يفكر بالاشياء يلي بتعني له بالنسبه له، مش شرط تكون الى قيمه له مثل ما هي الى قيمه عنا، لكن هو بلش يتخذ قراره او الخطوه الاولى ببناء مستقبله، هذا المستقبل اللي يا رب اللي يكون خير له. كلمه لا عند الطفل انا بعتبرها الميلاد الاول بتشغيل مهاراته العقليه، انا مجرد ما بلش طفلي يقول لي لا لاشياء هو شايفها من وجهه نظره غلط، انا لازم احترم رايه. نحن بس هاي انه نحن لازم نحترم راي الطفل، لازم نعتبر هذا الطفل انه هو بذره انسان، هذا الانسان رح يكبر نعلمه يقول لا بحريه، لكن اذا كانت لا تبعيته فيها غلط انا حاوره بهاي لا، انه لصلح له مداركه، لصلح له انه لا اللي انت قلتها ما أنا غلط، لكن في خيارات عنا، بحاول خيره بين الاشياء الصح اللي انا بنتقيها له لحتى احتويه كطفل، بعدين يكبر هذا الطفل ويصير شخصيه بناءه. رينا، يعني هلا بثلاث اربع شهور اللي قعدوا العالم بالبيت، الامهات يمكن كثير تعذبوا مع اولادهم، خاصه العنيدين، يعني ما يسمعوا مثلا غسل ايديك، ما يسمعوا لا تلق الكهرباء، ما يسمعوا، كثير كان في نوع من العناد او الصعوبه بالتعامل مع الطفل العنيد. ما يمكن ما خلينا وسيله حتى على التلفزيون ما حكينا فيها لكثير من المشاكل اللي عم تراسلنا فيها الامهات. اليوم العناد عند الطفل، كيف ممكن الام انه بتلقي مثلا التعليمات او الاوامر ممكن انه يرد عليها يسمع كلمتها؟ من احلى الاشياء يلي نحن ممكن نعالج فيها الطفل العنيد انه نحن نحترم رايه ونخيره بين الاشياء اللي نحن بتعني لنا، مثلا لنفترض ما تقوم غسل ايدك، ما بدي اقوم، انه تقوم تغسل ايدك هلق ولا بتنطر شوي نغسل ايدينا سوا، انت دائما بس تعطي خيارات، هو بحس حاله انه هو صح القرار، تمام، انه هو له مكانه بهذا المجتمع الصغير يلي هو اسرته. والطفل او نحن حتى البالغ فينا، او نحن بنقول انه عندنا طفوله مبكره هي من عمر 3 سنين لـ6 سنين، كلمة لا بتجي بالأطفال أو بتبلش نسبة العناد عند الأطفال بس يصير عمره 2 سنين وما فوق لحد 7 سنين، فهي تمتد من تحت الطفولة المبكرة لعند الطفولة اللي بتمرق بالطفولة المبكرة. واللا الأكبر اللي بقوله الطفل بعمر الـ4 سنين، لأنه بحس كل شيء بده يقول لك يا لا، فهو هذا الشيء نحن ما نقول عنه انه قدام حدا او بيني وبين حاله او بيننا وبينه انه لا ماما انت عم دائما بتقول لا، هذا الطفل عنيد ما بيرد علي، كثير بيتصرف اللي براسه، هاي الكلام السلبي هو اللي بيعزز هاي الشخصيه اللي نحن عم نرسمها بطريقه غير مباشره. دائما نخير اطفالنا، انا معك بضغوطات هاي الفتره اللي مرينا فيها بين ظروف منوعه، كانت اللقات كثير من الاهالي للاسف مش من الاطفال، بالنهايه الطفل بده يلعب، بده يفرغ طاقه، بده يبدي رايه، بده يعيش الطفوله اللي جواته، نحن الكبار في طفل جواتنا، فكيف الصغير يعني لسه ما كبر لحتى يكتشف هذا الطفل اللي جواته، من حقه يمارس اي حريه ضمن بيته. صحيح. لكن نحن اللي كان شوي الوضع عنا عنيد، تمام، عنيد، نحن الامهات اللي كانوا عنداء شوي اخذوا الامور بمنحى سلبي اكثر، انه ابني ما عم يسمع علي، صار يرد جواب فورا كبر وصار يعطي رايه، طب اوكي ما هو بالنهايه نحن عم نربيهم ليكبروا ويعطي رايهم، ونحترم كثير ذاتيه الطفل، لانه انا من اللا اللي عم بيقولها اذا قدرت ايجابيته انا بطلع معي شاب او طفل او طفله عندهم قدره ان يقولوا لا بالمواقف اللي بنحطوا فيها لازم يقولوا لا. فانا ما بدي ربي شخصيه ضعيفه اللي اهالي دائما بيفرضوا عليهم عدم قول لا، انه يلي برايي الام او الاب لازم يمشي، بيطلعوا شخصيه منطويه، عندهم ضعف بالذات، ببلشوا بيقضموا اظافرهم، هو من اكثر اسباب قضم الاظافر انه
ما بيقدروا يعبروا لحد من انه مو قدرانين يعبروا عن الشيء اللي جواتهم، ومفروض عليهم يتلايموا مع واقع هن مو رضيانينه. ممكن يصير يعني تبول لا ارادي، ممكن يصير في مشاكل سلوكيه ثانيه. صحيح رنا، كل اللي حكيتيه مهم، وايضا فتنا بتفاصيل مهمه. اكيد زميلتنا ميسان حمدان نزلت عملت استطلاع راي بكاميرا الاخباريه السوريه، رجعت لنا بالماده التاليه عن هذا الموضوع، خلينا نتابع سوا. بتعرفي عن طفل العنيد؟ طيب انت هو عم بتشبث برايه، او نحن بنعلمه انه اذا انا بكيت باخذ هالشغله، يعني اذا ما بكي ما بتعطي اياها امه، والام طبعا قلبها يعني ما بتريد انه يبكي. وتعلم هالشيء، انا ببكي باخذ طلبي، يعني بتشبث نحن عم نحقق له غايته. الطفل العنيد قوي، شخصيته قويه، شرس كثير، ودائما على تمه كلمات لا هيك. برايك ليش الطفل بيصير عنيد؟ هل هي بيخلق بهذا الموضوع؟ بتقول الام ابني عنيد، هل هو بيخلق معه هي السيره او هي صفه مكتسبه؟ هلا هو بصراحه اول شيء اثناء فتره الحمل عصبيه الام واثناء الحمل كثير بتاثر. ثاني شيء من لما بيكون بيبي صغير، يعني لو بالايام لما الوحده بتحاكي ابنها حتى لو هو صغير وما بيفهم، بس ما بتناقشه هيك بيكون اهدى شوي. لما بيسمع اصوات عاليه من برا هو وصغير، كله هذا مكتسب يعني مع الايام. لما بيكبر كله هذا بصير ردات فعل عكسيه، بيتذمر على طول وبيبكي بصوت عالي وما بيعجبه شيء، وبياخذ كل شيء بده اياه بدقيقتين. يعني برايك الى اي حد هي الصفه هي مكتسبه او هي صفه بتخلق مع الطفل؟ هلا انا بقول انها هي مكتسبه اكثر شيء، وخاصه هلا بمرحله المراهقه. يعني هلا نحن عم نعاني من هي القصه، انا عندي ابني عمره هلا 11 سنه، كثير عنيد مو شوي. لا انا بقول انها هي مكتسبه نوعا ما. يعني اكثر الصفات يلي موجوده عند الطفل العنيد انه خلاص اللي بده اياه بده اياه، ما بيرد على اهله، حتى لو جيتي بالمفاهمه بالسياسه بالحكي الحلو، لا انا خلاص انا بدي هي الشغله. ما في حلول مع الطفل العنيد؟ برأيي لا. حتى لو كانت الأم أو الأب بالهم كتير طويل، يعني لا، إنه ما بيسمع الكلمة أبدا. يعني بتقولي له اترك هاي الشغلة بيرجع بيمسكها، لا تروح على هذا المطرح بيروح. في حل مع الطفل العنيد ولا ما في حل؟ أنا عندي حل، إنه أحرمه من شغلة بيحبه مشان يسمع الكلمة. لازم برأيك إنه الأم تكون شوية قوية مع أطفالها بهذا الموضوع، ما تعطيه وش أبدا. يعني لازم يعني كل شيء له شيء، لازم أحيانا تعطيه وش أحيانا لا. يعني مثل ما شفنا رينا كنتي عم تبتسمي انت وعم تشوفي اجابات بعض الامهات، قلت لك كثير يعني بهي الفتره صار في ضغط نفسي كبير حتى بقلب البيت. خلينا نحكي شو اول شيء لفت نظرك من الاجابات، شو الصح شو الغلط منا. في اسئله قالوا الصفات مثلا مثل ما قلنا لك انه بضل متشبث برايه، فخبرينا. الفكرة الحلوة إنه هي صفات مكتسبة، مجرد ما نحن نعرف إنه العند هي صفة سلوكية ما أنا حالة مرضية، يعني نحن بنقدر نداويها بأسلوب الحوار أو النقاش اللي أنا دائما بقوله للأهالي. مو مثل ما قالوا ما في حل. أكيد لا، أكيد كل شيء له حل، بالعكس الحل كتير بسيط، لكن الأم ما تعمل إهانة للطفل أو تحدي إنه يا أنا يا هو، أو أنا مثل ما هو عم بيهني ما عم برد عليه، لا عم برد عليه، لا أنا لازم إنه أثبت إنه أنا أمه مو هو أمي. كتير بنسمع هاي الكلمة إنه أنا أمه مو هو أمي، أو أنا أبوه مو هو ابني أو كذا. هي الفكرة أنه أنا بس ارجع لجيله، انه الشيء اللي هو عم اللي انا بدي افرضه عليه بجيلنا ما كان مسموح، لكن بجيله مسموح باي شيء. هن لهم صار لهم حريه الخيار اكثر، صار لهم حريه التعبير اكثر، ونحن دائما بننادي لاطفالنا بالمدارس وبالروضات وبس يكبروا انه هن تكون شخصيتهم قويه، يتعلموا شو لهم وشو عليهم، يعرفوا اذا انحطوا بمواقف شوي صعبه سلوكيه، يعرفوا انه يطلعوا منها بادبيات حلوه، يعني ما يكون فيها
هذا الكلام البذيء، ما يكون فيها الصراخ، ما يكون فيها العند الجارح. طالما انا العند تبع الطفل عم بقدر انا سيره بمسار صحيح، انه انت مجرد ما انت عندك لا كانت واقعيه، انا بحط له خيارات. اوكي انت قلت لا لهذا الموضوع، طيب ماشي انا ما عندي مشكله، لكان بنعمله بعد شوي او قبل، او مثلا بعد ما ناكل او بعد ما نشرب كطفل صغير. وبس يكبر الطفل ويصير يقول لا، انا بقول اكثر حلول العناد انك انت تحضنيه وتحويه. الطفل ما بيقول لا الا من ردات فعل عكسيه، اذا ما كانت ضمن راح تكون ضمن الواقع اللي هو عم بيمر فيه. ودائما عندنا لنقدر نثبت شخصيه الطفل لازم يعبر عن رايه. فانت ممكن نحن احيانا بيكون زميلتين بنفس العمل استشاري تربوي، كل زميله لها نظره معينه فينا، هي بتشوف الموضوع من جانب انا ما بشوفه، ونفس الشيء لا هي صح وانا صح، ولا انا غلط وهي غلط، هي الفكره وجهات نظر. فانا بهاي وجهه النظر لازم احترم طفلي. اهم شيء الحلول كلمة الحرمان، الحلول بالعند. انا ما احرم، انا بكون عم زيد الطين بلي، بكون بدل ما اكون فقط بالعند بدي يصير بالأنانية، بدي يصير بالغيرة، يوم ما أنا بدي أحرم بدي يصير عندي مشاكل سلوكية كتير أنا بغنى عنها. بعدين أنه دائما يكون في محبة بأي لا بدها تنقال، ينطرح الموضوع بشكل إيجابي أكثر مع أطفالنا، ونعرفوا الأشياء يلي هي لا واللي هي إيه بحياة الطفل. أكيد نعم. يعني رينا هدول كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها أكيد إن شاء الله تكون حققت الإفادة لمشاهدينا. زينب يعني مثل ما بنعرف الطفل شوي بده هيك عناية خاصة، كان رينا طولة بال سالي أهم شيء، طولة بال كتير ليطلع فعلا، وخاصة الظرف اللي عم نعيشه أو العصر اللي عم نعيشه، الزمان غير زماننا، يمكن أبونا وأمنا كل زمان له تربية خاصة. شكرا لك رينا على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي عطيتينا. شكرا لكم.